سكتي سكتي بس شويت انت شويت يه لا بارك الله فيك من مرة تسكتين ولا ترفع ايدك علي يا راشد عشان ولدك والبومة مالته انا واكسر راسك بعد اذا مو عاجبك زي هالكلام يوصلك ويتعداك يا انا يا هذا في هالبيت تعديني بتحطين راسك براسي دام كذي الباب ياسع جمل يا سلوه استغفر الله العظيم استغفر الله أنا طالع أنت بس أنا خيرك بس سكتي هدون عليها هدون عليها وخرى زين سكتي سلوى سكتي عاد بس يلا شسكت أنت آخر واحد تتكلم أنت اللي تسكت أنا انطرد من البيت والسبة هذه أنا تمشي كلمة هذه علي أنا هدوني عليها بس أنا وريها هذه بس رقدي لا تحديني على الغلط أي غلط أنت خليت فيها غلط ولا خليت فيها سنع أنت آخر واحد تتكلم فيها أخ على عمري اللي ضيعته مع واحد مثله صدقني مريض سل يا بنت الله يبا سلمك يبا 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 ولي سلمك عشان خاطري يبا هدوني أنا جليلة حياة اسكت أنت كله من تحت راسك أنت كله أنت ساس بلاي هدوني خلك السلسان ها عشان خاطري سالس طويل على شنو أنت يجي تقص لساني سالس طويل أطول منك سكتي أقول لك تعود من بليس الله يهديك سنين وأنا متحملها أكيد واشتغل وأكرف وأصرف وهي لا حمدا ولا شكورة إيه ولمتى أتحمل كل يوم أقول باكر بصير أحسن باكر بصير أحسن وأتحمل لكن كل يوم أردى وأردى وأردى ذبحتيني خلاص ترى أنا متحمل علشان عيالي واليوم جاية تعايريني مع عشرتك من زينك ومن زين عشرتك سنتي مالت عليك وعلى هالعجرة بس يا يبا إيش فيك الله يهداك أنت ما كنت كذي إيش فيك صاير عصبي بسرعة حمق طلعتني من داري يا ابن الندي ذبحتني هذي يه طيحتني من عين عيالي ومن عين نفسي لا احترام ولا حشيمة ولا كرامة وبعدين معاك انت بعدين معاك ترى انا متحملك علشان هالعيال ولا انت مو كفو بلا بارك الله فيك ولا في اليوم اللي عرفتك فيه ولا في اليوم اللي وافقت على هالزواج كلش عاد وعليك المنة بعد تعايرني بالساعة بحط طقك على ايدك وقال لك تزوج مو عاجبك طلق ما فيك اي خي طلق تبيني اطلقك ها؟ لا يبا لا يبا ما تقصد تبيني اطلق ها؟ يبا ما تقصد انت يا انت طالق يبا أول مرة يبيرد مو من صدقك إي والله شلون؟ أنا أول مرة أسافر بحياتي ما صدق أول مرة أركب طيارة يلا عاد جنان في وايد أشياء الناس تحسبها طبيعية وموجودة عند الكل بس هذا مو صدق في ناس يلا يلقون لقمتهم وناس بترانين عليها مشكورة وايد انك خليتيني اجرب شيء اول مرة اسويه سلام الحين دورك خليني اسوي اشياء جديدة عمري ما سويتها قبل اشياء جديدة عمرك ما سويتيها تشيل المطبخ تسوي لي اكل اتوقع شيء جديد عليك اي بس يعني ما توني هاي شنو بس ما في اشياء في المطبخ ما في سوبر ماركت هناك يلا بسرعه الحين صاروخ زين خلاص كسرت خاطري لبسي خلينا نطلع نتغدى احبك صدق امي غلطانه بس ما توصل بينكم لهالدرجه
يا يبا ما يصير عقب هالعمر والعشرة تطلقون وبسبت منو عاد؟ بسبتي أنا؟ خلاص أنا أخذ مرتي ونروح نقعد بأي مكان، بس أنتو أمي لازم تراضون يا يبا. تطلع ثور إذا فكرت أني طلقت أمك علشان هالموضوع. أنا ماني ياهل ولا إحنا تونا متزوجين علشان أي مشكلة تصير ما يحلها إلا الطلاق. اللي بيني وبين أمك شقعوت، كبر عشرتي معاها، كبر صبري عليها. يا فهد، سمعت المثل اللي يقول القش التي قصمت ظهر البعير؟ اللي سوته أمك اليوم وهو القش اللي قصمت ظهري. أنا تعبت خلاص، ماني قادر أتحملها أكثر من كذي. وإذا طلعت سالفة الجنطة وفلوس علي صح، هذا إزاها، الطلاق إزاها وأقل من إزاها بعد. لكن يا فهد، إذا طلعت تجذب والكلام اللي قلته عن الجنطة وفلوس علي مو صحيح، والله والله لخليك تندم على اليوم اللي انولدت فيه. مفهوم؟ اوف يا ربي، ايش هاليوم اللي من اوله متحمس؟ ما ادري الاقيها من منو ولا من منو، طقت شبدي انا. اذا على موضوع خالتي وعمي لا تحاتين، مشكله بسيطه وتعدي. زهره، اي بسيطه؟ طلقها. اي يبا، كان معصب وكلمه وطلعت منه وهي الله يهداها استفزته. ترى شوي وتراضون ويتصالحون، مو اخر الدنيا الطلاق. تقين؟ الا متاكده، اصلا هو مندش وهو معصب. تلقين عنده مشكلة بالدوام ولا متهاوش مع أحد وشاف نحن شايشين مستشر. وهي الله يسمع منك ويردون بأسرع وقت. يا ربي، أنا ما فيني شد أحاتي علي، هالدور أمي وأبوي. إلا تعالي على طاري علي، رد عليك؟ لا والله، لا رد علي ولا اتصل علي ولا موجود بغرفته. واللي خابص قلبي أكثر إنه ماخذ كل هدومه والفلوس بعد. أي فلوس؟ مهري مالت علي وعلى حظي. حاط مهرك بداره؟ اي بعد عمري، صار له 13 سنه يمنع الدينار على الدينار عشان يجمع المهر. وتالي امي يد قالت له لو تموت ما تتزوجها، لو عندك مال قارون. تخيلي. وعلي عليك يا علي، واخر شيء بعد باقته. يلا عاد يوزي يلا. اي اشكر الشماته، قاعدة تكركرين وياها اساس البلد، ولا كنا صاير شيء. بس عاد يلا، بس لا تبطلين برطم عن برطم وتتكلمين، لا تتعبين نفسك. شرها مو عليك، عليانا اللي ما عرفت ربي. اي بس يا يمه، ايش فيك؟ بص بس ولا كلمه، ابجي قدامي، روحي دار ويبي لي كل اغراضي وهدومي. ايش هدومه؟ هدومي، بطل الكبت وطلعي كل شيء، حتى الادراج نظفيها، اغراضي كلها ابيها. ابوك قاعد بالدار ما لي خلق اطلب بيها. يمه شهدوم الحين، انت ايش فيك الله يهداك؟ ايش فيك؟ ان شاء الله تبين عقب ما طلقني ابوك اقعد عندكم هني في البيت. لا حبيبتي، بغير المكان، بشوف اشكال غير هالاشكال، مليت منكم وعشت ومالت عليك. ما يسترو صراحه، فلافل خوش دلاب. ها ايش قلنا؟ مو قلنا نوفر فلوس؟ لأن إحنا ما ندري إيش كثر راح نقعد هني. إيه زين، ما قلت شيء، الحمد لله والشكر على النعمة، بس يعني مو لهالدرجة، لا تبالغ. أنا بصراحة الحين قاعد أفكر إنك بخيل. لا والله، عاد عندي يدي زين. يا كرهك، شنو عندي يدي؟ عبالك لما تقولين عني بخيل بيتغير مني شيء؟ لا حبيبتي، أنا وايد واثق من نفسي، فاهمة؟ ومو محتاج أثبت لك هالشيء. حبيبي والله مو قصدي، انا قاعده اتقشمر وياك بس. يعني بذمتك بذمتك، شوفي، فلافل، عصير برتقال، الروشه اللي انا كنت احلم اشوفها الحين شفتها بالصدق، كنت اشوفها بالتلفزيون بس. في احلى من كذي؟ في احلى. شنو؟ وجودي، يعني كل هالاجواء الحلوه اللي تقول عنها اهم ما فيها انا. يعني وجه جميل تتمقل فيه، ايش تبي اكثر عن كذي؟ بديت اشوف انك مغروره. والله عندي يدي،
يعني أنا مو محتاجة أثبت أي شيء، أنا واثقة من نفسي. ما شاء الله عند يدي؟ لا تعلمنا بسرعة. بس بصراحة تانكيو، خليتني أسوي أشياء ما سويتها قبل. فلافل على الروشة بصراحة جديدة عليه. عبالك حبيبة القال؟ قصدك؟ قصدي جنان، ما فزيت من مكانك تشوف من داق علي. عين ربربة وردي على الريال. هلا سامي. اي يفتح، ليش ما تفتح؟ مدام جنان مو موجودة أنا موجودة. اي حتى لو علي مو موجود أنا شوي ويا ساعدك. لا 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 يبيلي وقت، يبيلي كذي ابو ساعة ويا ساعدك. اي خلاص خلاص تمام اوكي مع السلامة. الحين شناوي تسوي؟ سوي بشنو؟ بشنو بعد؟ موضوع جنان؟ يوسف قال انه بيتصرف، ولا لو علي انا قلت له خل نروح نتلها من شعره ونجيبها. طبعا لانه عنده عقل. رجاء عن الغلط ها؟ اقول سليمان حبيبي انت ليش مو راضي تشيلها من راسك؟ شيلها من راسك يا معود خلاص فكنا. خلنا ناخذها اللي يمعناه كل هالسنين يكفينا وزياده، خلنا نروح نعيش باي ديره، خلنا نفتك من العيش القشره. واللي ردينا على نفس الموضوع. أكيد برد أعيد الموضوع، بعيدة مليون مرة مو مرة واحدة. أنت شايفني قدام عينك لايعة كبدي من هالعيشة، مو راضي تقتنع. إذا حاط عينك على اللي باقي من فلوس جنان ترى خلاص علي بيتلي عليه، بياخذ الباجي وبينحاش عليه بألف عافية. إحنا خذينا اللي كفينا وزيادة، خلنا نعيش مرتاحين كم يوم. أنت ما تفهمين، قايلك ماني هاد الديرة، ما أقدر أخلي أختي. أنا هديت الكل عشانك، بعت رفجة عمري، رفجة هالفقيرة المسكينة، وكل هذا مبين بعينك؟ شيء واحد عشاني ما تبي تسويه؟ أنت شنو قصدك؟ بتعايريني ولا شنو أنت؟ لا أنا ما عايرك، بس أنا قاعد طالب بحقي. بس 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 عاد يلا لردة جنان يصير خير، ترى واصل حدي وأعصابي تلفانة وحد معصب. إي طبعا طبعا بتعصب، ليش ما تعصب؟ شلون جنان تهدك وتخليك وتروح مع علي كل هذا ويقول ما احبها الا تحبها ونص طلب عينك. بس شاقول مقيوله مالت علي وعلى حظي. يا حمار انت ليش؟ ما يعني نوم. ناطرتها تتصل صح؟ ود لا تعشمي نفسك بشيء ما راح يصير. انا بس ابي اطمن عليها، دزيت لها مسجات على واتساب دايركت انستغرام وتويتر، ايش دعوه ما شافت ولا واحد فيهم. هي سوت اللي سوته وراحت علشان لا تسمع الكلام اللي كتبت لها. من قالنا انا قلت لها شيء ولا عاتبتها؟ انا بس ابي اعرف اذا هي بخير او لا، كل شيء ثاني يصير خير بعدين. لا تهاتي جنان بتكون بخير دام.
دام شنو شبيك سكت؟ بقول إنه دام هي مع علي أكيد بتكون بخير. بس نسيت إنه هو ورك له المشاكل. للحين مو داش مخي. شلون علي بيضر جناح كذي؟ حسبي الله على اللي ما يخاف من الله. أنا بيعرف جدان شنو سوت له علشان ينوي لها هالنية. هذا يزاتها اللي وقفت في وجه الكل مرتين عشانه، مرة عشان توظفه، والحين أنا مني أنا اللي توسطت له علشان توظفه جنان، عشاني أنا وظفته، لكن أنا السبب. لو أنا مو قالت لها كان كل هذا ما صار. يا حي الله من جانا. الله يحييك. الله يحييك ويبجيك. والله زين لحقت علي، ترى ناوي بكرة أطلع السعودية البيت الثاني. تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك ويبجيك. خير آمرو، أول ما دخلت البيت وانت تقول نبيك بموضوع ضروري، وشو؟ إيه والله أبيك بموضوع ضروري، بس بصراحة مستحي منك. أفا تستحي مني وأنا أخوك؟ أنت أخو جابر المرحوم، أخوي يعني، أنت أخوي وبين الأخوان ما في حياة. والأولين قالوا الكلمة اللي تستحي منها بدها. هذا من طيب أصلك، ما قصرت. إلا أنا جايك بموضوع مهم فعلا. أنت من كم شهر مريتني البيت وكانت معاك أمانة من أخوي جابر الله يرحمه، تذكر؟ أنا أذكر نص. وجيت بيتكم وسألتم العيال عنك، قالت مسافر، وسلمت الأمانة لعلي ولد جابر. هذا أنت متأكد أن هذا علي اللي سلمت الأمانة؟ هلا متأكد نص. يا علي علامك يا علي، ما تنطق، كلم عمك قول له أنك سلمت الأمانة. مصدق مصدق يا حجي، بس بغيت أسألك آخر سؤال، ما تدري الجنطة شنو كان فيها؟ والله يا أخوي العلم عند الله، أنا دوري أني أوصل الأمانة، يشهد الله أني وصلت. أما إيش فيها ما فيها العلم عند الله، والله ما أدري يا أخوي. الله يسلم أمرك، مشكور وما قصرت. مو قد المقام؟ مو مشكلة، لين القالي إن شاء الله مكان ثاني وأحسن. وش حق تلقين مكان ثاني وأحسن؟ بيتك موجود؟ البيت، البيت اللي طردتني منه عشان تمشي كلمتك وكلمة ولدك. أنا مشي كلمتي؟ واللي كنتي بتسوينه بولدك لا عرف ولا منطق يقبلونه. عيل أهو اللي يسويه فينا علشان مرته، صح؟ أنت اللي قاعد حارشينهم 24 ساعة، تأذينهم، حتى مو مخليتهم يتهنون بحياتهم ويتمتعون فيها. عدام هذا كلامك، عيل ييتك ما منها فايدة. ردة ما نردت لك، واغسل يدك، واللي يبيعني مرة يبيعني عشر. سلوى دحر الشيطان وخلينا نعرف نتفاهم مع بعض أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتفضل قول ايش عندك عشان نتفاهم عليه. وين فلوس علي؟ أي فلوس؟ الفلوس اللي كانوا بالجنطة اللي خذتيهم من الشايب. أنا لا شفت فلوس ولا شفت شايب، وهذا الحكي كذب. اللي قايل لك إني أنا شايفة كذاب. سلوى لا تنرفزيني وطلعيني من طوري. وين الفلوس اللي أعطاك إياهم الشايب؟ فلوس علي أحسن لك.
عاد اسمع عاد، انا ماني اصغر عيالك عشان تصارخ علي. قلت لك لا شفت شايب ولا شفت جنطه ولا شفت شيء. يا واللي قايل قرا الحكي خلي واجهني. سلوى، انا رحت حق الريال وقال لي كل شيء. قال لي ان فهد خذ الجنطه على اساس انه هو علي. عليك نور، قال لك فهد سوى نفسه علي. كاهو ولدك قدامك، سأله قول له وين الفلوس. يمه الجنطه خذيناها انا معاك وانت خذيتي الفلوس وخشيتيهم. كذاب، واذا عندك دليل جيبه. سلوى شنو احنا قاعدين بتحقيق؟ قاعدين بمحكمه؟ سمعيني زين، كلمه بقولها لك، اذا تبين تردين البيت وبتردين على ذمتي ردي فلوس علي. اردك على ذمتي؟ لا والله من صدقك، احلف راشد. تدري شلون؟ قوم فارج انت ولدك، طلعوا من البيت. ترى انا اعصابي للحين تعبانه. اي والله صدق. سلوى شو الحكي؟ هذا الحكي اللي عندي، ماني ناقصه. اخذ ولدك وفارج فلوس من انتو شايفين ورد للبيت. ماني راده ولك، ماني راده، مطلقت ما بيك يا اخي غصب. يلا فارجوا. هذه فلوس يتيم بتدور الدنيا وبتنكسرين. هاي معصي حبيبي. سلوى انكسر. هزولك. ترى البنت ما تبي شيء، بس تبي تطمن على اختها. يعني اذا علي مكلمك او قايل لك شيء قولي لها. ومن قال لكم ان انا ادري عن علي؟ انا حالي من حالكم، ما ادري وين راح. بلهدي بس تشذب عاد. انا سمعتك انت وبلا زهره تحكون عن جنان وعلي وخطتكم. ما ابي شيء، بس ابي اطمن على اختي. ود احترمي نفسك وعيب. ترى انا محترمتكم لانكم ببيتي. قلت لك ما ادري لا عن علي ولا عن غيره. امشي راكان. جيت لهني من الاساس ما لها معنى. امشي. الله معاكم. سمعتي؟ انا بفهم شيء واحد. هذه النسقه بتسمعتنا ومتكشفت الخطه. استغفر الله العظيم. يا ربي على علي مالي وين راح؟ قط مرة واحدة لا حس لا خبر. يعني معقولة ما شاف تليفونه كلش؟ هذا علي. ألو علي، أنت وينك؟ أنا ببيروت. إيه بلبنان. ما أدري كل شيء صار بسرعة بسرعة. إيه قالت خلنا نملك ونسافر علشان نحط أختها وأخوها تحت أمر الواقع. ما أدري ما أدري، شهر شهرين ما أدري. عديل الشيج، ما هذه خطتك؟ علي نون، عديل قسم بالله أخذ أول طيارة وارجع. علي علي أكلمك بعدين. يلا باي. علي وينك حبيبي؟ هلا حبيبتي. ها بشري شو يقول علي؟ يقول إنه ملاج عليها، راحوا لبنان بيقعدون شهر ولا شهرين ويردون. زين هذا اللي تبينه صار واكثر بعد الحمد لله. اشو اخوانها ما اثروا فيها ولا انكشفت الخطه؟ هدول علامك تبكين. قلبي عورني يا زهره، علي خذ غيري. انتي مينونه فيك انفصام، منين تبكين ومنين خليتيه يروح حق واحدة ثانية؟ مو هذا اللي تبينه؟ بلى. لما قال لي إنه ملاج، حسيت إنه شيء شلع قلبي. حسيت إنه حطه قد مسكينة. تحسفتي؟ لا، ما تحسفت. ولو يرجع فيني الزمن بسوي نفس الشيء. ليش تحسفت؟ لها كم شهر ويطلقها وعلي يرجع لي أنا ونعيش أحلى حياة. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. هاي يا ببشر سويت. أمكم هذه شيطان رجيم، لا ينفع معاها طيب ولا ينفع معاها كلمة حلوة. يا يبا الله يهداك يا حبيبي، هد أعصابك يبا. إيش فيك يبا؟ خلاص يبا احترم العشرة اللي بينكم، عشان العشرة سامحها يبا. أمك اللي نسيت كل شيء عشان الفلوس، أمك اللي باعت كل شيء وباعت نفسها علشان الفلوس. كان زين معيشة عيشة فقر، عايشة أحلى عيشة، ماكلة شاربة من كاسية، عايشة عيشة تيار. بس طمع بني آدم، وأمك طمعت أكثر من لازم.
يبا تأكد من سالفة الفلوس، يمكن فهد. أنا مو كذاب، الكلام اللي قلته كله صج. أنا بيدي خذيت الجنطة من الريال وقصيت عليه قلت لأني علي، وبيدي أنا ومفتحنا الجنطة ولقينا فيها المبلغ والذهب والألماس. أمي قصت علي وقالت لنا المبلغ صغير، بس أنا متأكد أنه مو أقل من 30-40 ألف دينار. عمي جابر الله يرحمه من وين له الفلوس؟ إذا هو ذبح مرته عشان السم اللي كان ياخذه. ما أدري يا بنيتي، هذا اللي محيرني، ما أدري من فلوس ورثنا ولا كان يتاجر بالسم اللي ياخذه. ما أدري يا بنيتي، ما أدري. ما يخالف يا يبا، هم لازم أمي ترجع البيت. أنا متأكدة أنها هي الحين معاندة بسبب اللي صار اليوم. من ترجع نطيب خاطرها ومردها بترد فلوس علي. أنت يا نيتي، نطيب خاطرها على شنو؟ أمك الغلط راكبها من ساسها لراسها، نروح نطيب خاطرها؟ خاتولي أنا سويت اللي علي، غير كذي ما عندي. وسمعوني، من اليوم ورايح كلمتي إيه اللي تمشي بهالبيت، وأبيك تقولين حق علاوي ولد عمك إذا للحين يبيك أنا ما عندي مانع، خليه من باكر يخطبك ومهرج دينار. الحين يا يبا تأخرت وايد وايد، علي ما كنت تحاكي قبل شوي. منو أنا؟ إيه أنت؟ يعني قبل شوي لما كنت أناديك وأنت في البالكوني، من كنت تحاكي؟ كنت قاعد أكلم واحد من ربعي يدل ببيروت، كنت بسوي لي سبرايز إنه يعني أدل الأماكن وكذي. يا عمري والله اللي مهتم فيني يبي يوريني إنه يفهم كل شيء. إيه بس أنت ما تخلين، قعدت لي على كل حركة، خربت المفاجأة. زين كذي؟ والله مو قصدي، بس أنا من سمعتك تتحكي في التليفون خفت، قلت لا تكون قلت حق أحد إن إحنا هني وما أعرف يعني. بس لا تعاتين، إحنا متفقين على هالشيء إن ما حد يدري إن إحنا وين. شنو ما عندك دوام اليوم؟ لا. زين ما قلت لي شنو قررت تسوي؟ على شنو؟ على موضوع الجنان بعد، على شنو؟ ولا شيء، بس اللي اعرف اني حلفت ما خليها تصرف علي فلس واحد، لو شنو اسوي ولا خليها الوسخ ياخذ منها شيء. عيلتي صرف بسرعه، ترى الفلوس بشخطة قلم منها باي بنك يروحون. توقعين تسويها يعني؟ اي طبعا حبيبي، ليش ما تسويها؟ عادي باكر يقنعها انكم تبون تاخذون حلالها وتبوقون نصيبها من الورث، تقوم تسجل كل شيء باسمه عشان انت. لا 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 يا باش، ترى الريال مو غبي يروح يكشف اوراقه من اول شيء، ولا ايه هبله احنا نقول لها هذا نصاب وحرامي تروح تعطيه الفلوس، موضوع ياخذ وقت. صح كلامك، بس هم الحرص واجب، ولا تقول لي ما تصير وبعيده، كلنا كنا نقول عن جنان عاد لو ما تسوي اللي سوته، ولو احد جاينا وقايل لنا هاللي صار بالضبط قبل كم شهر كان قلنا عنه مو صاحي. انا اقول تغدوا فيه قبل الله يتعشى فيكم. حبيبي ترى هذيل ملايين مو دينار ولا دينارين، يعني عادي باكر ياخذهم ويقب ما تشوفون اللي اخبرته. وتعال عاد انطر الانتربول لين يطلعونه.
زين الفلوس تكفيني إيجار سنة ولا سنتين قدام؟ هذا غير مصروفي وغير تليفوني وشغلات ثانية ما يندرى بعد. هم بعد أنا ماني طمن بشوف لي شقة سنة رشع على كيفي واستانس فيها. لا والله ماني قطة ولا فلس حرام، أكسره هني لين يجيني راشد زحف زحف يترجاني أرد له. قومهم طول حد شهر. زعتر بعد حركات. مو انت قلت عليك راس المال والمجهود عليه؟ زين خليني اسوي اللي عليك. يعني خلاص صرت خبره. يعني تقدر تقول. زين يصير اكل ولا لا؟ انطر عيب الباقي. قلتي له؟ ايش عنا تحجن؟ قلتي حق علي ان ابوك موافق؟ هديل هو قاعد حاكيك وين سرحانه؟ والله ما ادري شلون بقول له يا زهره. شلون بقول له ابوي وافق؟ قال لي ايش كثر نطري يمكن الحال يتغير. قلت له لا الحين ادق له واقول له ابوي وافق. ها عيل تخلينا يسرح ويمرح مع ست الحسن جنان. خايفه. خايفه من شنو بالله؟ خايفه يقول ما ابي، خايفه يتهرب ويتم معاها. قصدك يعني علي ممكن يحبها ويبي يتم معاها؟ علي مستحيل يحب احد غيري. ها عيلش حقه يتهرب ويقول لك ماني راد يعاقبني. انا اعرف علي واعرف تفكيره لانه وايد اصر انه ما يروح وكان رافض هالخطه اساسا، بس انا اصريت عليه وخليته يروح. الحين ادق عليه عقب يوم واقول له تعال والله بيقلب الدنيا على راسي. والحين شو الحل؟ ما ادري. تبين رايي؟ تكفين انقذيني. انا اقول دام انك انتي واثقه منه ونجحت الخطة صبري لك كم شهر خليها مجمجته. ذيك الساعة على الأقل لا بتفلسين منه ولا من الفلوس، وبعدين هم على قولتك ما راح يعاندك ولا بيعاقبك. لازم ما يدري إن أبوك وافق وغير رأيه. تفضل. صباح الخير ابو فهد. صباح النور على اخت مريم. ابو فهد ما يخالف اقعد؟ ممكن تفضل اشتريها. فهد إذا مشغول عادي أعيلك مرة ثانية. لا لا كاني خلصت. تفضلي. ما يأمر عليك عدو أبو فهد، بصراحة أنا يا يعتذر لك. لا 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 رجاء ما لم نتكلم في هالموضوع هذا لأن أنا أبو فهد. الله يخليك، بس عطني مجال، عطني فرصة أني أتكلم وأقول اللي عندي. أنا آسف. تفضلي.
مشكور. أبو فهد صحيح اللي صار صار وخلاص، بس صدقني أنا آسفة، أنا ما كان قصدي إني أجرحك بكلامي، لكن مو بيدي، أنت صدمتني بالكلام اللي قلت لي. صدقني مو قصدي إني أجرحك، ويشهد علي الله عمري ما عديتك إلا مدير وأخ كبير بالشركة. صدقني ما في بالي شيء ثاني. أبو فهد أنت ريال والنعم فيك والكل يحبك. صدقني أنت ما تستاهل الكلام اللي أنا قلت لك. أدري أن أنا كنت وقحة معاك، بس والله ما كان قصدي، كلش ما كان قصدي. حصل خير، لا تحاتي. أبو فهد الله يخليك، لا تشيل علي، ويهمني أنك تكون مو زعلان مني. مو زعلان، لا تحاتين، واعتبري السالفة كلها ما صارت أصلا. الحمد لله، يعني أقدر أداوم وأنا مرتاحة وقلبي ما معورني؟ إيه تقدرين. عن إذنك. حياك. مريم. هلا أبو فهد. دام هديتي الحين واستوعبت اللي صار أكثر، ممكن أعرف ليش عصبتي علي أمس لما كلمتك في الموضوع؟ وفهد أنت ريال متزوج وعندك بيت وعيال، مو أنا اللي أهدم بيوت الناس، ولا أنا اللي أخذ الريال من مرته. ثاني شيء، أنا قلت لك أنت شنو بالنسبة لي، أنت مدير بالشركة وأخ عزيز علي. الكلام اللي قلت لي جرحني وايد، حسسني أن أنا اللي أبي هالشيء وأن أنا اللي أركض وراك. تأمر على شيء ثاني بعد؟ ما يأمر عليك عدو، مشكور. عن إذنك. حياك. خير، فيك مو دامة؟ تعبانة، باخذ إجازة كم يوم من الشغل. زين، منو بيكون بالمحل يعني؟ سامي موجود، موصيته على كل شيء، لا تحاتي. فيك تكلميني من طرف خشمك، عسى ما شر. ما فيني شيء. في أكل ولا لا؟ وين رايحة؟ سوي لك أكل. وابيك تقولين حق علاوي ولد عمك اذا للحين يبيك انا ما عندي مانع، خليه من باكر يخرج. ومهرج دينار، ومهرج دينار، ومهرج دينار، ومهرج دينار. ابلا ابلا. نعم خير، ما بي ولا سؤال، انا هني بس اراقب. ان شاء الله ابلا، بس ليش تبكي؟ ما قاعده ابكي، عيني تعورني. بعدين انتي مو شغلك، حط راسك ورقتك. يلا يلا حلي. السلام عليكم. السلام
السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو فهد، حي الله من يانا. الله يحييك. ها داميت مكتبي يعني مو زعلان؟ لا ماني زعلان، قايل لك انا ماني زعلان، ليش انت مصدقتني؟ حياك حياك. بصراحه انا مصدقتك بس كنت ابي اتاكد. ما علينا، شنو تبي تشرب، قهوه ولا الشاي المعتاد اللي تحبه؟ لا هذا ولا هذا، انا ماني جاي اتضيف عندك، انا جاي اقول كلمتين وامشي. خير ابو فهد شنو في؟ سمعيني مريم، أنا عقب اللي صار قلت لا يمكن أفتح معك أي موضوع، بس عقب ما كلمتيني الصبح صار عندي شوية أمل إنه ممكن اللي ببالي يصير. أنا ماني مراهق ولا ياهل علشان ينقص علي، أنا ريال عود وفاهم الدنيا عدل وعارف شنو أبي وشنو أسوي بالضبط. وفهد ماني فاهمة، أنت إيش تقصد؟ أقصد أنا للحين على طلب اللي أمس ومستعد أطق الباب من باكر. بس الله يخليك، لا تاكليني بلسانك مثل امس. واذا على موضوع زواجي من ام فهد، ترى انا طلقتها. ليكون طلقتها علشاني؟ لا لا ما طلقتها علشانك، انا قلت لك ما حد يدور على شيء وهو عنده. انا ام فهد من زمان بيننا مشاكل ومو متفاهمين، انا كنت متحملها علشان العيال، لكن الحين العيال ما شاء الله عليهم كبروا وكل واحد صار طولي، ما نبي ندش بالتفاصيل. وكان قدامك طيار محترم مثل ما قلتي ومو متزوج وياي اطلبك على سنة الله ورسوله، ايش قلتي؟ ابو فهد ما ادري ايش اقول لك، بصراحة انت صدمتني. ما شاء الله عليك، انت كلها مصدومة وبس. على العموم أنا قلت اللي عندي، وإذا أنت محتاجة وقت تفكرين أنا مستعد أنطر. أي والله أبو فهد، أنت عارف هذا الموضوع يعني مو هين ولا صغير، يعني يبي له وقت وايد علشان أفكر وأخذ قراري فيه. أخذي الوقت اللي تبينه، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، بس الله يخليك مو أكثر. تو انا ورا المكتب. الله يخليك، منور وجودك، طال عمرك. استريح استريح. يلا خير صاير؟ دوخني تليفونك، عسى ما شر. والله يا اخوي ما ادري ايش اقول لك، في مشكله ومشكله كبيره. عفا عليك، عيوني لك. تسلم عيونك يا اخوي، ما قصرت يا اخوي. الموضوع شوي قانوني ويخص ورثنا من الوالد. Thank you.
شو نمتنا أنا وايد؟ حبيبتي أكيد أنت بتنينها أكل ونوم وناسة، لا نادي ولا حركة. كله منك، أنت اللي بطيني، أنا ما أحب الأكل أساسا. مني أنا؟ أنا الفقير المسكين؟ زين تهجش كثر أنا متنانة في هالكم يوم؟ كم يوم؟ إحنا صار لنا شهر وأسبوع ويوم بعد. أوف، كملنا شهر؟ شهر وثمان أيام. عادتهم باليوم؟ مليت؟ أنا ما مليت بس الوضع غريب علي، يعني أول مرة أسافر. تبينا نرجع؟ أنت اللي سافرتي وأنت اللي تطلبين الرد ولا لا؟ أنا ولعت على كل شيء، على ود، على يوسف، على رجاء، على المحل، البيت، الديرة بكبرها. عاد أنا ما عندي شيء أولها علي. علي مستانس انك معي؟ فوق ما تتخيلين. صدق؟ غلطتش. يعني تبينا نقعد ولا نرد؟ انا بصراحه للحين خايفه، ما اعرف شنو بتكون رده فعلهم بالديره. ود يوسف ما اعرف. دام انك خايفه ما يضر نقعد اسبوع اسبوعين. ايش حكيت تبكي؟ ولا انا عليها ولا على ريحتها وسوالفها وضحكتها. حبيبتي خلاص عاد ما يصير كل ما تتذكرينها تبكي. بعدين الحمد لله الحمد لله بنيه مو ميته، مرتها راح ترجع. بس ذبحتوني وانتوا تقولون لي نفس الكلام. صار لها شهرين الحين برا الكويت، لا مسج ولا اتصال، والهانة عليها. راح كان قلبي يعورني والهانة عليها. واحنا ايش بدنا نسوي؟ انت قولي احنا ايش بدنا نسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني عساك ما توفق، عسى الله ياخذ حقها منك. مهما طال غيابها راح ترجعين، راح تقعدين معها وتسولفين لين تشبعين. إذا ما ردت ولي سوينا أنا ويوسف؟ خلاها تكرهنا وتوخر عنا مرة واحدة، حسيتها أنا شو أسوي؟ ما أعتقد جنان ما راح تكرهكم عشان الفلوس. اللي سويناه إحنا مو عشان الفلوس؟
خايفة نخسرها مرة واحدة، خايفة نتفرق وكل واحد منا يروح بسوء. حسيتها ما أدري إيش راح أسوي. إن شاء الله خير. إن شاء الله ما أكش. صعب هذا يمشي. خلاص. كم راح أغسل معك كم؟ إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. يبا. هلا يبا. أخليهم يحطوا لك العشاء على الطاولة؟ لا مشكورة، تعشيت الحمد لله. يعني أنا بفهم، وبعدين مع هالوضع. أي وضع؟ أي وضع بعد؟ وضع أمي وأبوي، وهو بصاب وهي بصاب. والله عاد أمك إحنا ياما رحنا لها أنا أبوي، ترجيناها ترد بس هي اللي معادة ما تبي. أي شيء صح؟ إحنا إذا طالت السالفة جد راح يتعودون، راح يصير عندهم عادي أصلاً. هاو هدي شلون يعني؟ يا هالهم بردهم قصد. خالتي ما تبي وعمي معاند، كلنا منك انت. انت اساس البلا، لو مو قايل حق ابوي سالفه فلوس علي كان احنا بخير. انا سويت اللي سويته دفاعا عن النفس. والله دفاعا عن النفس، سويت اللي سويته دفاعا عن النفس. مالت عليك حتى مالت. ادلو عن الغلط، احترمي نفسك. بس خلاص فهد، ايش فيك؟ هذه اختك العوده وقعدت تخشمر معاك تمون. بعدين يا هدير يا حبيبتي، ترى امك الله يهداها معانده، وابوك شكله ما صدق يطلق، يعني مستحيل تجبرينهم يردون حق بعض. بعدين انت واخوك ضايعين بالطوشه، لا تهشون ولا تتشون. انا اقول خلوهم على هواهم، يا فلوس علي تخلص وخالتي ترد البيت، او ان عمي يحن عليها ويركض لها. خلاص صباح الخير. صباح النور. حياك الله ابو فهد، استريح. انا مو جاي اقعد. قلتي لي عطني مهله شهر افكر، قلنا ما علي. صار لك شهرين للحين ما رديتي علي. مريم، انا طالبك للزواج على سنه الله ورسوله وقدام الله وخلقه. يعني المفروض تقولين يا اي لا. مريم، قاعد اكلمك انا. ما يصير ترقصيني كذي كل يوم والثاني اجي وانطر ولمته. يعني اذا ما تبيني قولي لا تخافين. انا توقعتك يعني تفهمها وهي طايره. ها؟ شلون يعني افهمها وهي طايره؟ يعني السكوت علامة الرضا. يعني موافقة؟ صدق والله موافقة؟ ايه، قلت لك السكوت علامة الرضا. ويي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 ي
من قلبك. وعلى فكرة أنا كلمت الوالدة والوالدة كلمت الوالد، وإن شاء الله هاليومين يعطونك خبر علشان تزورنا. وأنا بنطر هاليومين على نار، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. الأوراق جت. علامك الباب يدق، بطل الباب. لازم كل شيء أنا أسوي. زين رجاء وليت عليك. ولهت عليك شلون انت صدقين عدن؟ مو ولهت عليك، ولهت على الكويت كلها، على كل شبر فيها. بس ما رحت البيت هيك السيده بصراحه. انا بعد خفت من ود ردت فعلها وريلها ويوسف، ما ادري ايش فيك. ليش ما تردين علي؟
شفت؟ أهلي مصدومة. تعال تعال. واي إيش كثر ولا تعرف؟ زين أكلمك بعدين أنا. ها يلا. جنان صدقيني، جنان كل شيء صار بسرعة، صدقيني كل شيء صار بسرعة، غصب علي حق بيته وحبلي، جنان والله صدقيني أنا ما قصدت أهديك، جنان جنان وحي وحي، أنت السبب، أنت اللي كنت تضليني بينك وبينه، أنت اللي كنت تخليني أصالحكم على بعض عن بيته، غصب علي ما قدرت أكسر جنان مو حذر، مو حذر، مو حذر ما تقوليني مو حذر ما تقوليني مو حذر صدقيني يا جنان ما قصدي أهديك انتي مالك أكرهت أكرهت لا لا أكرهت جنان لا تروحي ودي زعلانة علي مالي غيرك رفيجة صدقيني لو أدري إنك تبينه وتحبينه لو واحد بالمية ما تزوجته حاولت أوخر عنه حاولت بس ما قدرت أكسر قلبي بس خلاص يا جنان بس جنان بس بس قلتلك بس ما بي ولا كلمة انت شنو ما تحسين انت شنو البشر شنو قولوني شنو شنو هذه شنو ما تحسين ما عندك قلب انا عبدنا اكرهت انا اكرهت 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 لا لا حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه علي تكفى كلها علي جنان جنان لا تروحي جنان يا ربي قلعتي قلعتي جنان مالي غيرك بالدنيا جنان شنو سويت انا شنو سويت بروحي الفلوس قربت تخلص والرجل معاند لا هو اللي راضي راضيني ولا راضي أرد البيت ومو معاي الفلوس هاي سنة برحمان طقاق اثنيناتهم، لا تفكرين فيهم كلش. تقولي ما قصدت أذيك، لا كلش بسم الله عليك. بس قصدتي تشلعين قلبي وتاخذين ريلي. تعالي مو وقته، لا تقعد لي على الوحدة. أنا معصبة وما أعرف شو اللي قاعد أقوله الحين أنا قصدي كان ريلي قول لي تبين أنا قلت شيء علي صار لهم سنين متزوجين يعني من يوم ما أنا كنت أحب الكريم ولما كان يخوني وأنا أتقطع كان يخوني معاها إيهي كان يكون عندها وانا مثل الهبلة ثاني يوم اروح لها واقعد اشتكي وابتشي طبعا هي كانت تضحك علي كانت تضحك علي اخ سلامتك من الله قهرتني قهرتني علي بموت انا بموت قهرتني الحين قمت اتذكر كل شيء التفاصيل كل شيء قمي على بالي ايش كثر انا كنت غبيه خلاص قول الحمد لله انك شفتيها على حقيقتها هذه واحده رخيصه قول الحمد لله ايش عقبه ايش عقبه عقب ما خسرت كل شيء ما في شيء راح انا يمك واخوانك بعد يمك
اهم شيء صحتك، ايش تبين اكثر من كذي؟ بس خلاص شيليها من بالك، خي ولون. انا بس ابي اعرف ليش هي سوت كذي؟ ليش؟ انا شنو سويت لها؟ شنو ضريتها فيه؟ ليش؟ تبين تاخذينها اخذي باللي معي يحفظكم، بس ليش؟ ليش تقصون علي؟ ليش تخططون وتآمرون؟ ليش؟ تبي نرجع نسألها؟ يوه علي مو وقتك عاد، أنا وين وانت وين؟ ما أدري عنك، وايد شاشة. إلا إذا للحين تحبين. نعم؟ أنت شو اللي قاعد تقوله؟ أنا أكرهها، ما دانيه، ما واطنه، خلاني أخسر كل شيء، إخواني، ثقتي بنفسي، صحتي، حتى رفيجتي. شلون؟ انت ما خسرت شيء، كلنا معك. يا رب يا رب ايش نسوي؟ هذا اللي كنت خايفة منه، كل اللي كنت خايفة منه صار. سليمان أنا خلاص، أنا مالي قاعدة بهالديرة، أنا وياك مالنا قاعدة بهالديرة، خلنا نسافر. الله يخليك. وين نسافر؟ وين نروح؟ ينيتي انتي؟ إن شاء الله جهنم، مالي شغل، جنان درت خلاص، يعني العالم كله درت، يعني مالي ويا جابل أحد، أنا ما أقدر أقعد هني. تكفى تكفى، خلنا ناخذ كل شيء ونهاجر. طلع من الكويت قايل لك ماني طالع، تنحاشين؟ روحي انحاشي بروحك، فاهمة؟ يا سليمان بس أنت موعدني، أنت قايل لي إذا جنان درت خلاص. أنا مو قد وعدي، بتذبحيني؟ شنو بتسوين؟ بتطلبين طلاق؟ طلبي، ما يهمني. يا سليمان ترى جنان ما راح تسكت، وإذا مسكوا دليل واحد على أن أنا وياك بنقط بالسجن. يا سليمان قلعتي أنا السبب، قلعتي. انت سويت لها؟ سويت تحتها؟ علي ما لها دخل. زين تعالي قعدي وياي. جنان انا بروح البيت اريح شويه، اي شيء تبين كلميني، تفاهمي معاها. تعالي. جنان ليش سويتي كذي فينا؟ ليش؟ ما كنت ابي احد يردني، حسيت فجأة ان كلكم صرتوا ضدي. احنا ضدك جنان؟ انا؟ انا اساسا ما كسر ظهري الا انت، بس مو بيدي. بعدين قلت خلاص دامج معركة ما في خوف عليك، شهر وارجع. والشهر صاروا شهرين؟ حرام عليك جنان، شلعت قلوبنا عليك. غصبا علي، والله غصبا علي. صرتي قولي لي ليش قاعده تبكين كذي؟ شكلك مو طبيعي، اكيد في شيء. سليمان طلع متزوج رجع. أي رجاء؟ رجاء تصدقين سليمان متزوج رجاء.
مين؟ منو هني؟ أنا علي كانتي، علي علي. الحمد لله أنا أبالي في هرامي. الحمد لله السلامة علي. الله يسلمك كانتي. أنت ما يدريش شنو صاير كان أنت ما فيه. صاير؟ بلوى بلوى، مشكلة كبيرة. مو واحد ولا اثنين، أكو أربعة خمسة مشكلة فيه. صاير تحكي شفيك؟ أول شيء بابا راشد سوي طلاق من ماما سلوى. شنو؟ عرفت ايش اللي غاثني؟ كل هالسنين هي قاعدة تلعب على الصوبين، تحسست انها تحبك وتموت فيك وهي تبي ريلك. بالضبط، والظاهر انه هي فهمة سليمان انها تنقل كل تصرفاته وتغير على كيفها. اللي كان يهمها ان احنا نتم الطلقين، وانا اكره اكثر وهو يكرهني. منو يصدق ان رجاء تسوي كذي؟ اخ يا ود، هي اكثر واحده شجعتني تزوج علي. شنو شجعتني؟ هي اللي حطت الفكره براسي وتمت تحن وتقول الحاشي الحاشي قبل اخوك وسليمان يسوون فيك ولا فعلي شيء. تخيلي صدقنها عقرب رمل. زين انت جنان شلون ما حسيت طول هالمده؟ ما ادري بس من شفتهم مع بعض كل شيء براسي تغير. تذكرت وايد تفاصيل واشياء كنت اطوفها لاني ما شكيت في لحظه برجاء. ما كنت متخيلة إنه رجاء رفيجة عمري ممكن تسوي كذي. جنان ترى علي طلع مو أحسن منها، طلع واحد نصاب. أنا سويت الله يخليك، لا تكملي.
انتي اكثر واحدة انا متوقعة تفهمني وتحس فيني. صدقيني اذا في شي خليني اسامح رجاء اللي سوته عشان ايه هي اللي دزتني على علي وخلتني احبها وخلتني اتزوجها. ود علي هي احسن شي صار لي بحياتي بالسنين اللي طافت كلها. صدقيني لا تصيرين مثلهم، لا تقولين حكي ما له معنى. اي بس جنان انا سامعته الحمد لله على السلامه. قام نور البيت. الله يسلمك. الله لا يسلم فيك بغسبره. انت ما تستحين كل وقاحه على البيت هنا بريولك. يوسف ايش بتسوي؟ اغسل مينون حجر. وين؟ واخري عني خل اعلم الادب اللي ما استعرى وياها. تمد ايدك علي يوسف. امد ايدي عليك واكسر راسك بعد. انت شنو انت؟ ما تستحين على وجهك؟ ما تشي علي ومسافرة بكيفك؟ انت عبالك ما وراك العيل؟ شنو؟ ابي غطيني، انا حامل، انا حامل لا تعورني. الحمد لله على السلامة. متى وصلت؟ الله يسلمك. من كم ساعة؟ ليش طالع مبكر؟ مو وقت الهدة. تدري انه ما بقى شيء على العطلة، فما حد يداوم، يدا بنروح نوقع ونرد نطلع. شيك؟ ليش شيك قاعد تخزني؟ ليش ما قلتي لي ان ابوش طلق امك؟ ما ادري راح عن بالي. يعني انت بس انا احسن تكلمني، ما يمديني اقول لك. ما مداش تقولين ان ابوش وافق على زواجنا من غير شروط؟ ها بشر، هذا الذهب اللي جايبيته كله مو ذهب. شنو؟ مو ذهب. شلون يعني مو ذهب؟ يعني فانس اختي، هذا عبارة عن طلاء ذهب، والفص اللي فيه هو عبارة عن كريستال من نوع جيد، بس ما له ذهب ولا ألماس. يا ولد الناس لا يكون غلطان، تأكد ولي يسلمك. الله يسلمك اختي، هذه مصلحتنا واحنا عارفين هذا. لو انه ذهب اقول لك ذهب، ما في مانع. تبي تأكدي بنفسك؟ ما في مانع. الحمد لله. فيش تطلع على اي محل تسألي تأكدي بنفسك. لا معلش، يعني انا بس بستوعب، بتفهمني اللون هذا والثقل فالصو؟ اختي هذا عباره عن قشر ذهب، عباره طلاء ذهب بس. يا حسرتي. وهذا الزركون هذا اللي هو تقليد الماس، كريستال نوع جيد بس مو الماس. اخاف هذه اللي تشوفيها فيها بلا. لا يا اختي هذه مصلحتي، وفي بامكانك تطلع على اي محل انت وتسال وتاكد ولا ما في داعي. اي ليش لا؟ عطني. حياك. عاد ايش دراني انت صاج ولا كاذب؟ تبي هذه؟ حياك. فالصو؟ فالصو هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. أهلا وسهلا. في
جنان اختي انت؟ شلون؟ شلون قدر يقص عليك كذي ويمسح عقلك مرة واحدة شلون؟ انت جنان العاجل؟ انت جنان اللي كانت تنصحنا وتعلمنا الصح من الغلط؟ تجنيتي مرة واحدة ليش؟ لا امك لا اخو ولا اخت ولا اهل لهالدرجة احنا الخاص عندك؟ عافية لا تقول شيء تعبركم ما كنتوا رخاص ولا بتكونوا وانت اكثر واحد يعرف شكثر انا احبكم بس مو بيدي الوضع اللي صار هو اللي جبرني اسوي كذي انت بس اسمعني خلني اشرح لك بس ما بسمع منك ولا كلمة خلاص عاد يوسف حرام عليك خليها تاخذ نسمها هاجر بحبة الماي بعد ما تشرب الماي خد تطلع برا بيت ابوي ما لها قاعدة فيه دقيقة واحدة خد تروح حق اللي باعتنا عشانه يوسف خلاص بس عاد ولا بسمع منك ولا كلمة نسيت اللي اتفقنا عليه انا قلت تطلع من هني يعني تطلع ردي من بيتي يوسف هذا مو بيتك هذا بيت ابوي الله يرحمه لا انت ولا انا ولا ود لنا حق فلس واحد لان تبت المحكمة بالقضية اي قضية انا ود رفعنا عليك قضية صفتك الوصي على الميراث قبل لا نكمل انا وياها السن القانوني واتهمناك بخيانة الامانة والتصرف باملاكنا بشكل غير سوي حكم التوكيل اللي عندك مني رفعت قضية علي؟ رفعت قضية على أختك؟ وهذا اللي صار من يوم ورايح فلوسنا كلها تحت المراقبة من المحكمة لما كل واحد فينا يأخذ مصيبة أنت موافقة على كلام أخوك؟ موافقة على اللي قاعد يقوله؟ ود لي الحين ما كملت 21 سنة يعني بنظر القانون قاصر أنا ورايلها مسؤولين عنها وإحنا اللي بنجيب لها حقها حمتك الفلوس هالدرجة خايف على الفلوس مو خايف على أختك لهالدرجة يوسف أختي لا تخاف علي ما سوت اللي سوتها بس أنا شو مسوي إيش سويت غلط إيش سويت تزوجت على سنة الله ورسوله وقدام الكل لا شدت ولا خشيت تزوجتي واحد ما يسوى عندك لأن هني وبس ما أسمح لك تقط ولا كلمة على علي تدري ليش؟ تدري ليش؟ لأنه صار له شهرين مو راضي ياخذ مني دينار واحد عشان ما أحس إنه طمعان فيني صرف علي كل اللي يجمعه من سنين هل اللي مو عاجبك أرجل من الكل أرجل منكم كلكم تفهم؟ بس عاد أنا غلط أنا ساكت عنك ومستحملك عشان اللي ببطنك بس روحي له قام كل هذا فيه ليش عيتنا؟ ردي له جنان انت بعتينا واللي يبيعنا ما نبيه طلعي برا برا جنان وين شي داخل إن كانتي إيش عرفها أنت من صدقك علي يعني بتطلعني أنا كذابة وكانتي هي الصادقة؟ كانتي تعرف السنة أكثر منك. بعد البنت ما لها مصلحة كذب. ليش ما صدقها؟ يمكن مو قاصدة. يمكن أنت اللي فهمتها غلط. هذه مخها على قدها أو يمكن. بس هدين خلاص. بس الجن. المرة كانت مستأنسة تبتبشرني بخبر حلو. لأن تدري إن هالخبر راح يونسني وايد إن عمي موافق من غير شروط.
ليش تطلعين اغبيه وما تفهم؟ لان كلامها مو صحيح. يعني عمي ما قال نتزوج؟ بلى، بس وقتها كان معصب وبيحر امي، تالي عقب ما رحت له قال لي لا. شيك ليش قاعد تخزني كذي؟ يعني اذا مو مصدقني روح اساله. انا ما بساله، انا بيش تحلفين. حلف على شنو؟ حلف ان ابوك ما كان موافق على الزواج، واللي سمعته كانتي بس كان زلة لسان بس بيعانة امك. تحلفين ولا لا؟ ليش؟ ليش غشيتي علي؟ كان قلتي لي اول يوم سافرت فيه ان عمي موافق على زواجنا، ليش ما قلتي لي؟ خفت. خفت اقول لك تعصب علي وتقولي قلت لك خلنا نصبر. خفت اقول لك طلقها وارجع. تعي وينكسر قلبي. يا سلام. الحين جبت تغارين منها؟ الحين قام قلبك انكسر لان انا معاها؟ هل انت تدري اني انا احبك؟ وطول عمري اغار عليك من ظلك حتى، بس شو اسوي؟ الظروف هي اللي حدتنا. انت كذابه. هديل انت كذابه. اللي غار على احد ما يقول روحك غيري، واللي يحب احد ما يبيع عشان اي شيء. انت بعتيني على جنان ليش؟ ليش طمعانه بفلوسها؟ علشان كذي ما قلتي لابوك موافق على زواجنا؟ خفت يرجع وانا ايدي فاضيه؟ ليش انت طمعانه بفلوسها؟ صح ولا لا؟ شلون قاعد تقول حني كذي؟ علي انا كذي؟ انا عمري مو فكرت انك انت قاعد تقطعني. انت كذي ونص، واللي صار ما له اي تفسير ثاني. انت انسانه انانيه وطماعه، ما تحبين الا نفسك. حالي انت تدري اني انا احبك اكثر من نفسي. والله العظيم اني احبك اكثر من نفسي، كم ما قطيتك بحضن غيري. هذا اكبر من ذنب. انت الو ايه كان ياي اوكي يلا باي. وين رايح علي؟ قاعد اقول لك وين رايح. رايح حق مرتي. علي يوسف حرام عليك، ما يصير نخليها كذي مقطوطه في السكه كأنها غريبه. خلي الدش ود خلاص عاد عارف ايش قاعد اسوي انا. يوسف جنان حامل وخيرها طير. وينها هي؟ كاهي قاعده ناطره الزفت على ما ييها. يوسف ما تقول انت من متى كذي قاسي؟ انا مو قاسي، كل اللي قاعد اسويه عشان مصلحتها ومصلحتنا. ود احنا سولفنا بالموضوع هذا ألف مره وانت كنتي موافقه، مو تضعفين الحين؟ ممكن اعرف شلون حق مصلحتها تاخذ منها كل شيء تطردها من البيت؟ عشان هاللي لاصق فيها يفج وتعرف انها ماخذها عشان مصلحه. اعطيها بس اسبوع ولا اسبوعين شوفي راح يردها هني ويترجانا نسامحها. زين ايش ذنبها؟ ايش ذنبها بالموضوع؟ ذنبها انها صدقتها وكذبتنا كلنا. ذنبها انها لحقت واحد وباعتنا كلنا. ود جنان مسحوره بالريال. الشيء الوحيد اللي يفتش السحر لازم تشوف انه كذاب وحرامي ونصاب وما يبيها الا عشان فلوسها. يمكن ترد لنا جنان. ود انت تدرين ان انا احب جنان اكثر منك، وتدرين ان فلوس الدنيا كلها ما تعوضني عن جنان، بس ما يصير كذي نخليها بارده مبرده. باكر هي اللي بتحاسبنا. باكر تقول انا انغشيت بالريال وانتم ما حميتوني. باكر تقول ليش ما منعتوني عنه. صح ولا لا يا ود؟ صح؟
جنان ايش فيش؟ ليش قاعده برا هني؟ سيبني من هني، انا ما اقدر اقعد هني. جنان صاير تحكي ايش فيك؟ خذني من هني. خلاص نسيتوا ان عندكم ام تطمنون عليها تسألون عنها؟ هذاك نعرف شنو عذره، يمشي مغمض ورا زوجته، وانت يا السناي المتعلمه المثقفه شنو عذرك؟ يما ايش فيك الله يهداك؟ احنا امس الضحى مكلمتك انا. ويه صدق والله؟ امس الضحى يعني قريب بنظرك؟ ترى الدنيا بثانيه كل شيء يتغير فيها، الدنيا حياه وممات، بلحظه الواحد يفقد عمره. بسم الله عليك شما، بسم الله عليك حبيبتي. أنا مصدومة بعيالي، هذاك باع ريال والريايل المعروفين يبيعون بسهالة، بس انتو عيالي وتربيتي شو أقول عنكم بعد؟ يما إيش فيك الله يهداك؟ الحين صار قلت لك والله كنت ببالي وكنت ناوي أتصل عليك بس لهيت شوي. عفية عليك يا الشاطرة، والله تلهين عن أمك بعد وأشكرها تقولينها ما تستحين. ويا يما خلاص اهم شيء انك بخير. لا ماني بخير، منو قال لك ان انا بخير؟ تدرين عني شيء؟ ليش يا يما صاير بعد؟ عسى ما شر. مليت؟ طقت شبدي قاعده بين اربع اطوف بروحي، زهقت؟ بعرف الوضع هذا ليه متى بتم كذي؟ يما هالوضع انت اللي حطيتي نفسك فيه. تدرين ان ابوي من اول يوم السالفه كان بيردك البيت، بس انت اللي عييتي. انا ما عييت ولا شيء. اهو ابوك اللي حاط شروط تعجز. اي والله الا يبيهم، ما عندي من وين اجيب، شو اسوي؟ يما ابوي يبيك تردين فلوس علي، وساعتها انا اضمن لك انه من باكر يردك. يا ربي ما عندي، ايش فيك انت بعد مو راضيه تصدقين؟ ليش على بالكم اني انا نسره؟ ما اقدر. ليش يما ما تقدرين؟ ليش؟ البيزات كلها انصرفت. من وين اجيب بعد؟ والله ابوك على باله اللي عندي 40 ولا 50,000، وكله ماشي ورا فهود مصدقه يعل ما في فهود بالدنيا. قولوا امين. يما انت ايش قاعد تقولين؟ اي فلوس هذه اللي تقولين عنها خلصت؟ فهود يقول انه وايد ذهب والماس، وين راحوا؟ طح هذه من يقول ذهب والماس؟ نص اللي موجود بلاستيك واكسسوارات، واذا على الفلوس حبيبتي ترى 10,000 دينار يمكن واكثر قطتهم على العرس فهودي. انت ايش قاعد تقولين؟ يعني صرفت فلوس الولد كلهم؟ بعد هذا اللي صار الحين هذا كله ما علي منه. لا متى بتم قاعده بالشقه اللي تجيب لي القامت؟ متى هذا كله بيتغير؟ ان شاء الله بتم بالشقه لين تخلص فلوسي، وعقب يطردوني بالشقه وابوك يستانس. لا يا يما الله لا يجيب ذاك اليوم. زين يما اقول لك انا عندي فكره، ان نرد فيهم فلوس علي وابوي يرضى بنفس الوقت. وشن هي؟ كل شيء جاهز ومثل ما تبين ان شاء الله، تفضلي. زين، تعتقد كذي احنا ممكن نتفادى ندش المحاكم؟ بشغله ما في شيء اكيد، بس اذا اخوانك نيتهم صافيه اتوقع انهم بيطيحون القضيه. اما اذا نيتهم يسجنون شهرون فيك فما اتوقع انهم يتنازلون بسهوله. خاصة بعد ما عرفت انك تصرفتي بجزء من الميراث بدون وجه حق. اخ جنان اذا مو متأكدة من اللي تسوينه لا توقعين، لان هالشيء ما منه رجعة. هذول اخواني واحنا رابين مع بعض، لا يمكن تكون نيتهم شينا. أنا بتوكل على الأبواق.
فتشة أشرح لها الموضوع ولا حتى أقول لها عن اللي سمعته بدوني. انهد عليها يصارخ ويهدد، كان يبي يطقها تخيل. ايش تبيني أسوي؟ يبوسها على راسي يقول لها أنا سامحتك؟ أنا لو كنت مكان يوسف كان سويت ألعن من كذي. ليش إن شاء الله؟ إيه ما سوت شيء غلط، تزوجته بالحلال. أدري إنها تزوجت بالحلال، بس هي خذته ونحاشت كأنها حرامية. بعد تعالي، ترضين باكر إني بنت تنحاش مع واحد ونعرف إنه هو نصاب؟ إيه بس هو يوسف ما ينلام. بعد هذا أحسن اختبار حق علي، راح نعرف شنو ردة فعله هو وبنت عمه لما يدرون كل الحلال بيروح من جنان. إيش بيسوي؟ بيتم يحبها ولا راح يطلقها؟ والله ما حد بياكلها غير هالياهل اللي بينولد بظروف ما يعلم فيها الا الله. هياهل جنان حامل، وهذا الشيء الوحيد اللي خلى يوسف يمسك نفسه عنها وما يطقها. نزلت على ريلها تترجى انه ما يطقها عشان ما يأذي الياهل. صدقهم جنان مصدقها؟ شلون تحمل من واحد للحين ما تعرف شو نيته؟ اي مو تحب براكان. لحظة، أنا مو قادر أستوعب. خافية كذبت على يوسف عشان لا يطقها. لا ما أتوقع جنان بتكذب في شيء مثل هذا، مستحيل. أكيد صدق حامل. زهرة حبيبتي، معالي تشمر، ممكن تقصرين على التلفزيون؟ شاب يبا بكلمك بموضوع. تفضلي يا بنيتي، شو بغيتي؟ نعم فضلك يبا. يبا أنا كلمت أمي وأقنعتها اللي سويتها غلط، وهي مستعدة أنها ترد 30,000 نوت علي والذهب اللي كان بالجنطة. الحين صحيت وعرفت أنها غلطانة؟ شال قلب المفاجأة؟ نبت لها ضمير ولا طمعانة بشي ثاني؟ يبا وانت شي يهمك بهالموضوع؟ مو المهم انها ترد فلوس علي عشان ترد على ذمتك؟ كاهي بتردهم؟ اي بصج، دام امي عرفت غلطتها وبترد فلوس علي خلاص عاد لا تعقدون المشكلة اكبر من شي. ترى والله البيت مو حلو بدونها. والله انا مو بكيف امكم، متى ما اشتهت ترد الفلوس تردها، متى ما اشتهت تعاند تعاند. انا عفت امكم خلاص ما ابيها، واذا بترد الفلوس هذا الاخرتها مو لي انا. يبا شال حجي الله يهديك. مينون انا عشان الله يهديني؟ هديل شفيك، ولا امك ما عرفت تعلمت شلون تكلمين ابوك؟ العفو يبا مو قصدي، بس شلون يعني ما تبي تردها؟ انت كنت كنت قبل شهر ما ادري شهرين، لكن مثل ما غيرت رايها حتى انا غيرت رايي، ولا يمكن اردها كزوجه لي. يبا انت قاعد تقول كذي عشان تعاندها وتحرها زياده ولا من صدقك؟ من صدقي شنو بزرت غشفر معاكم انا؟ أبيكم تقولون لها إذا بترد فلوس الريال إزاه الله خير، البيت بيتها وحياها الله بأي وقت، لكن أردها ذمتي حامض على بوزها. يا عمي ايش هالحكي الله يهداك، مهما كان هذه مرتك اللي بينكم مو شوية يا عمي، بينكم عيال وعشرة يمكن جريب أحفاد. يا عمي لا يقص عليك الشيطان، وهي عرفت غلطتها وتحسفت ردها بيتها. عمي الله يخليك، ترى الريال ما لغنات عن مرته ولا المرأة، اثنيناتهم يكملون بعض. يبا الله يخليك واللي يسلمك يا يبا. لا تخلي غلطة تنسيك العشرة هذه كلها، رحموا عزيز القوم من ذل. يا يبا أنا مستعدة أن أمتي لي عندك وتحب على راسك وتسامح منك بعد، ايش تبي؟ ما أقدر أردها، ايش فيكم؟ يبا شو ما تقدر تردها؟ تقدر تردها مبلا؟ ما أقدر أردها وخلاص. إيه ليش يا يبا ليش؟ لأني قررت أتزوج. نعم؟ يبا شال حجي، ايش قاعد تقول؟ مثل ما سمعتي، انا عزمتها تتزوج وخطبت البنت واهلها وافقوا وشرطوا علي اني ما احط لها شريكه، لا امكم ولا غيرها. لا يبا لا، مو من صدقك. انت قاعد تغشمر صح؟ اكيد تغشمر. مستحيل اللي قاعد تقوله اصلا، مستحيل. يبا رد على هديل، صدق اللي قاعد تقوله ولا تغشمر؟ اي صدق، شنو اتغشمر معاكم انا؟ انا قررت اتزوج، لا انتو ولا امكم تمنعوني من الزواج،
واللي عاجبه اهلا وسهلا، واللي مو عاجبه الباب ياسع جمل. بابا علي موجود برا مع واحد حرمة يبي انت ضروري. شنو؟ علي برا مع حرمة؟ يوسف انطر، قاعد اكلمك. يوسف قاعد احاكيك، انطر. ايش فيك يوسف؟ خلاص هات، انا قلت كلمه واحده، قاعده بهالبيت ماني قاعد. بتجين معي حياه الله، بتقعد عند اخوك قاعدين. انزين بيجي معك، بس انطر سليمان يرجع، خلي تفاهم معه. يخسي اتفاهم معاه، لا ابي اشوفه ولا ابي اسمع صوته، اصلا انا مو عاد الرجال عشان اتفاهم معاه. يوسف لو سمحت لا تغلط. بغلط عليه وعلى اللي دافع عنه. سكتي وبالعلسان ايش احسن لك؟ انزين انطر خليه باغراضي. يوسف صاير تسعى للصاير. يوسف يا اخي انت شنو؟ خليه ما تحس ما تستحي انت. يوسف تعوذ من ابليس، اعطني فتح خليه تحكي. اعطيك تكلم شو تقول؟ عشان تكذب علي مره ثانيه وتقول لي انا احبها وغلطه ما تتكرر؟ على كثر ما قلت ما ابي اتدخل بينك وبين جنان كنت ادافع عنك قدامها، كنت اقول لها ولد عمك حرام لا تدينه، طلعت مو كفو. متفق مع رفيجتها اللي 24 ساعه معاها. يا اخي انت ما تخاف الله، انت ما تستحي. ايش فيك انت؟ غصبا علي يا اخي، كل اللي صار غصبا علي يا اخي، مو قصدي. يا اسمعني، ماكو شيء اسمه غصبا علي. انت ذبحتها يا ريت، ذبحتها مره ولا مرتين ولا ثلاث. انت ما تقول لي ايش تفرق عن الخايس اللي اسمه علي؟ اثنينكم نفس الشيء، كل واحد يدور مصلحته وبس. هي تموت، تحترق، تخسر في الطقات، المهم انتوا ترتاحون. اسمع سليمان، اقسم بالله العظيم يا سليمان، ان شفتك مقرب عند جنان ولا مأذيها، ويهك هذا أكثره، ويهك هذا راح أفجره، أفجره لك تفجير، سمعت؟ وانتي بتين معي ولا بتمين عند أخوك؟ هلا بدر، هلا والله. لا والله ما أدري شو السالفة. ليش؟ شنو؟ أنت مصدقك أنت؟ شنو سوى جنان؟ ايش قلت؟ تزوجت يا علي؟ ايه تزوجت قبل شهرين تقريبا. كل شيء صار بسرعه بسرعه، وما مداني اقول لك قبل لا اسافر. بلشت قبل لا ادري انك. قبل لا ادري انك موافق ان اتزوج هديل. ادري ايش قلت، ما له داعي تعيد الكلام هذا. دام انك تزوجت كل الكلام هذا الحين ما منه فايده. الله يوفقك. يعني انت مو زعلان مني؟ وش حق ازعل؟ حقك هذا. انت ما سويت شيء حرام ولا سويت شيء غلط. انت تزوجت، منك المال ومنها العيال. الله يوفقك بالبركه. الله يبارك فيك. عادي اطلب منك طلب؟ ايه حاضر تفضل. يعني عن اذنك اقدر اجيب مرتي معي البيت هني؟ ايوه البيت بيتك، بيت عمك يعني بيتك، حياك الله باي وقت. بس مو كنا دارك صغير عليكم شوي؟ مجبور عمي، شو اسوي؟ انا الحين لا وظيفه ولا شغل، كنت ميمنه كم فلس طاروا. ما عليه ما عليه، كلها فتره مؤقته وان شاء الله تعدي. ربك يسهل إن شاء الله. Thank you.
خارج منطقة التغطية. يرجى الاتصال في وقت لاحق. نعم، من صدقك يوسف؟ من قال لك هالحكي؟ محاميها اتصل على محامينا يقول ان جنان تنازلت عن كل شيء لنا بس مقابل ان احنا نتنازل على القضيه. يوسف الله يخليك فهمني اكثر، شلون يعني تنازلت عن كل شيء؟ حبيبتي يعني تنازلت عن كل شيء حقكم، البيت والشاليه وورث ابوك الله يرحمها، يعني الحين ما عندها شيء. وليش سوت كذي؟ بس عشان تثبت ان الفلوس اخر همها، نصيبها بالورث يغطي الفلوس اللي صرفتهم من ورانا. بس شنو صار؟ ما عندها ولا شيء، لا فلوس ولا عقار، حتى رصيدها بالبنك صار صفر. قلت لكم مو جنان اللي ضرنا عشان الفلوس، مو جنان اللي تبدل الفلوس علينا. قلت لكم. وانت ايش حاجة تبكين الحين؟ ترى اللي سويته شيء زين. شنو زين؟ تقص على نفسك انت؟ جنان ورتنا ايش كثر هي صنعه واحنا همنا الفلوس. ورتنا ان كل اللي يهمنا احنا لا ننظر ولا نخسر. احنا كان همنا مصلحتها مو الفلوس. ود حبيبتي كلام يوسف صح، يعني مفروض تستانسين انها سوت كذي. بهالطريقه راح نكشف ان علي يحبها ولا يحب فلوسها. الحالتين شيء ما يفرح. إن هاتها كسر قلبها، وإن ما هاتها كسر صورتنا في عينها. أي شيء بيصير بيعورها بسببنا. ديلو ايش هالخرابيط؟ انا باكر قلتي له هالحكي بركض على البيت احب ريوله واقول له سامحني. مو خرابيط يا يمه، والله مو خرابيط. تو ابوي قايل لنا هالحكي بلسانه. شلون يعني بيتزوج؟ ابوك كبر خرف ين؟ ما ادري ما ادري. تكفين قولي لي شنو اسوي، شنو الحل؟ شو تسوين؟ لا الحين فهمت السالفه. ابوك كان مبيت النيه وخاشها لين جات الفرصه. يعني ما طلقني علشان علي وفلوس علي، لا علشان يبها السوسة هذه. ما قال لكم من بنته؟ ما قال لكم من هي؟ يما احنا وين وانت وين؟ الحين مو مهم تعرفين اذا كان مبيت النية ولا مو مبيت النية، ولا مهم تعرفين هي منو؟ عيل ها؟ شو المهم عندكم؟ اي البيت وترجع واقول له عافية لا تتزوج؟ وش فيها يعني؟ يما اذا هالشي يرد لعقله ليش لا؟ يما انت يما عياله وبرته ما فيها شيء. اللي طحتي على ريلا وترجعتيه عشان يسامحك. الغلطان لازم يعتذر وانتي غلطتي. يما الله يخليك عقلي. سمعي عاد، حامض على بوزك انت وياه. مو سلوى اللي تنزل راسها علشان واحد مثل هذا. بتزوج بدل الوحدة ان شاء الله اربع بالطقاق اللي طقه. واحنا ما فكرتي فينا؟ ويليش يما؟ دادا ولا تبون الرضعة؟ حبيبتي كاهو أخوش عنده مرته السوسة هذه أم السعف والليف، وانت أبوك وافق تزوجين علي، خلاص روحي خذي. يما علي صار نصيب غيري، شفتها بعينه بنبرة صوتها. يما جنان خذت علي مني، خذتها.
يا هلا يا هلا حبيبتي، تو منور المكان. تفضلي. نور براعي. شكور حبيبي. ادري ان المكان يفشل، بس انت شفت الظروف، ما مدانا نفكر بشيء. حالي ولا تقعد تبرر، انا دامني معاك حتى لو بعشة، على قلبي مثل العسل. يعني مو متحسفة؟ لا طبعا، شنو متحسفة مينون. ولا شوي ولا انتيفة، دام معاك أنا بخير. ما سمعت أغنية نوال اللي تقول فيها ما بيكون إلا معاك؟ في هامشك أو في سماك؟ نعم، شنو هامشك؟ لا يا حبيبي، معاك. أنا أبيك كلك، أبي أكون في سماك، في روحك، في نفسك، في قلبك، في عقلك. هامشك هذي أدبحك، تفهم؟ عافية عليك، أنا بيش تعبيني هالكثر وما ترضين إلا بكلي. طبعا سر مينونة إذا رضيت بجزء مني. علي، أنت اللي يعرفك يحبك لازم يصير طماع فيك، ولا يمكن حرضة في يوم أي أحد يشاركني فيك شو ما كانت الظروف، تفهم؟ علي ترى مو قصدي شيء، فلا تزعل بليز. لا ماكو شيء. أكيد. رجاء. 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 وش فيها يعني؟ يما إذا هالشي يرد لعقله ليش لا؟ يما أنت يما عياله ومرته، ما فيها شي اللي طحتي على ريلة وترجيتي عشان يسامحك. الغلطان لازم يعتذر وانتي غلطتي. يما الله يخليك عقلي. توقعت ألقاك هنا. تبي شي راكا؟ إيه. أبيك توقفين بيتي وطلعين نفسك مع الكهرباء. ودي بس ما أقدر، قلبي معورني عليها. وإذا بجيتي قلبك بيطيب يعني. ود كل اللي قاعد يصير من صالح، يمكن هي تتعور من علي لما تصدم، بس هم في احتمال انه هو متمسك فيها. تحكي تحكي طلع صدق يحبها واحنا ظالمينه. ما ادري ود، بس في امل. ابي اصدقك بس ما اقدر. لما اتذكر الكلام اللي سمعته من قبلها هديل وبالسهره وهم يتحجون عنه وعن جنان، ما اقدر اقول انه ممكن يحبها، ما يدش العقل. ود، تفكيرك بسؤال ما تعرفين إجابته وايد غلط. في أشياء لازم تخلينا حق الوقت، هو اللي راح يكشفها لنا. أخاف أخسرها. جنان أختك وتعرفينها أكثر،
تدرين لو مهما تسوين فيها بس تقولي لها أنا آسفة راح تسامحك وتلمك، صح ولا لا؟ وأنا هذا اللي تابعني، اللي احنا سوينا فيها هي مستحيل تسوي فينا. ود حبيبتي خلاص ممكن ما قلنا شيء تبكين. مسحي دمك يلا. قولي إن شاء الله ماكو شيء. إن شاء الله خير. أخذت كل شيء هبة. ما أدري وين راحت بس تخف. أنا تهدني وتروح؟ ماني مصدق. لا حبيبي صدق. اللي تبيها رفيجتها عشان ريال تسوي أكثر من كذي. بس رجاء تحبني أنا. تبيع العالم كله وما تبيعني أنا. أنت ما تعرفيني أصلاً. ولا أبي أعرفها. اللي مثل هذه حبيبي ما تحب إلا نفسها وبس. ويوم شافت إنها بتنظر خلت كل شيء وراها حتى أنت وانحاشت. يا ليت خلت كل شيء. أنا شاك إنها أخذت كل شيء. شنو يعني؟ إيش تقصد بكلامك؟ أقصد المعرض. إيه مو شركة جنان فيه؟ آخر فترة قاعد تخطط إنها تأخذه كله. وسفرتها كذي معناته صاير شيء. يعني باقت كل شيء. فاهمة؟ أنت شنو من آدمي؟ إبليس أنت إبليس؟ فوق كل اللي صار هذا مو همك إلا الفلوس؟ مو همك إلا إذا المعرض مباق ولا ما مباق؟ حتى أنت؟ حتى أنت بتوقفين ضدي؟ أنا أخوك. وأنت خليت فتشة حق أحد يوقف معاك ولا يوقف ضدك؟ سليمان اللي سويته سواد وي، لا عذر ولا حجة. أنا أختك ما قلت لي عن زواجك من رجاء وخشيت علي. طبعاً غير الكذب والنصب والخطط. سليمان عقب اللي سويته هذا أنا ما أقدر أوقف معاك بعد، ما أقدر خلاص. شايبك هني أنت؟ ها؟ أنا مو قالك ما بشوف رقعت ويك بهالبيت؟ يوسف اطلع برا، يلا اطلع برا. يوسف يوسف اسمعني، مو وقت الحكي. اطلع برا ست حالتك، ما ابي اسمعك، اطلع برا. يا يبا رجاء مختفي وانا شاك انه يتسابق. اللي ما يحفظها انا شكو، اطلع برا. انا شاك انه بايقى معرض جنان. ايش قاعد تقول انت؟ من صدقك انت؟ صباح الخير. صباح النور. للحين زعلان مني؟ لا. عيل ليش ما قاعد ترد على اتصالاتي؟ من رديت من لبنان؟ مشغول. شنو هذا؟ هذول 30,000 اللي رفيج ابوك يابهم وامي خذتهم. اي بس عمي قال ان امك صرفتهم كلهم. اي صح، بس انا خذيت قرض. مشكورة. توقعت تردهم ليه من تدري اني ماخذ قرض؟ عاش تبين مخذيهم؟ لا انا ما اعطيتك اياهم عشان اخذهم، قصدي على المبدا. انا محتاجهم وايد تدرين، الزواج مسؤوليه وظروفي وايد صعبه. ابوي يقول ان جنان تنازلت عن كل حلالها حق اخوانها. صدق؟ اي صدق. عاي ليش على ذمتك للحين؟ ايش قصدك؟ قصدي ان انت تزوجتها عشان فلوسها والحين ماكو فلوس، طلقها، ليش حطها عله على قلبك؟ اللي احبها حبتها القراده. عاي اسمعني، لا تقعد تحرني، ترى مالي خلق، مو وقت غشمر الحين كلش. طلقها قاعد اقول لك. من اللي قال ليش قاعد تغشمر؟ مستحيل اطلق جنان، مستحيل. وانا شوف حياتك مع غيري. ايش قاعد تقول؟ علي انا هديل. طالعني عدل، انا هديل. كسر حسك ولا تصارخين. لا ابوك ومرتي يشوفونا هني، قاعد ايش داخل؟ علي الله يخليك. ولي ذنبك قول لي. انت قاعد تحرني صح؟ انت مو من صدقك، انا ادري انك كنت تحبني، مستحيل تحب احد غيري. اذا انت تقدرين تكذبين علي، انا للحين ما اقدر. يعني شنو؟ يعني انسيني هديل خلاص.
انت بعتيني عشان اهلك والفلوس وجنان باعت اهلها وكل شيء تدبكه علشاني. اتصلتي فيني وقلتي لي تعال بكلمك ضروري، كان يجي قدامك خير؟ ايش فيك ساكته؟ راشد صدق بتتزوج؟ اي نعم ابى اتزوج. وانا؟ انت اخترتي طريقك يا سلوى، وطول عمرك كنتي تفكرين بنفسك، ويا اليوم اللي لازم افكر بنفسي. ايش هالحكي هذا؟ ايش هالخرابيط اللي قاعد تقولها؟ طول عمري مبديتكم على نفسي. انا لا الكلام مو صحيح. وبعدين رجاء سلوى احنا مو جايين نتحاسب منو الغلطان منو مو غلطان. وبعدين متصله فيني عشان تقولي لي انت بتتزوج ولا لا؟ لا بس انا عبالي تقول هالكلام يعني انت بتقهرني انت بتحرني علشان ارد فلوس علي وارجع البيت. يا سلوى هذا اخر هم اني اقهرك او اردك. راشد راشد لا تقطع عشرة عمر كذي بالهوى. أنا أدري إني أنا غلطت ومتحسفة، صدقني إني متحسفة. حتى علي فلوسه هديل اليوم ما أخذتهم بتوديهم له. بس تكفى تكفى يا راشد، لا تقول لي بتزوج وما أقدر أردك. آسف أنا بتزوج وما أقدر أردك. الله يا راشد، لهالدرجة أنا رخيصة عندك؟ نسيت كل شيء زين سويته بس عشان غلطة واحدة؟ هذه مشكلتك وهذه مصيبتي معاك. على كثر ما تغلطين ما تحسين، وعلى كثر شينك ما تشوفينه. أصحي يا سلوى أصحي، صار لك دهر وانت تغلطين وتقولين لي غلطة واحدة؟ أنا آسفة، سامحني، أنا معترفة بأخطائي كلها. أنت ريلي وأب عيالي، كل اللي تبيه بيصير وبيتعدل يا راشد. يا سلوى القط العود ما يتربى، وأنت غلطتي وايد وتماديتي أكثر من اللازم. شينك مسح كل زينك بعيني، ما بقالك شيء زين أذكره بحياتي. خلاص فجأة فجأة كذي كل شيء زين راح وصرت شينة بعينك؟ لا لا مو فجأة، من زمان. بس المشكلة ما كنت أشوف غيرك وحسبالي كل الحريم مثلك، لكن لما شفت مريم وعرفتها رد لي البصر مرة ثانية، فتحت، عرفت ان العيب فيك مو في الحريم. يا سلوى انا معاك كنت عايش في نفق مظلم، لكن لما شفت مريم شفت النور، واللي يشوف النور عمره ما يرجع للظلمه. سلوى بيتي وهو بيت عيالي، بيت عيالك وهو بيتك. إذا حب تردين نحطك على روسنا، لكن إذا بتردين بذمتي مستحيل. فما الله
created a story in which the murderer is a hero, still a US Marshal, only here at Ashcliff because of a case, and you've uncovered a conspiracy so that anything we tell you about who you are, what you've done, you can dismiss as lies, Andrew. My name is Edward Daniels. I've been hearing this fantasy for 2 years now. I know every detail. Patient 67, Rachel Salando, your missing partner, the dreams you have every night. You were at Dachau, but you may not have killed any guards. اليوم ترى أنا كنت عند المحامي والمحاسب بالمعرض. كلام سليمان عدل. رجاء صاحبه كل فلوسه من المشروع محملة المعرض بخسارة كبيرة ولازم يتسكر. شلون يعني على كيفه هذه؟ ماكو قانون، ماكو شرطة. هني المشكلة. ظاهر رجاء مخططة حق هالشيء هذا من زمان. مواقع جنان على أوراق وايد تظهرها. أكيد جنان وقعت بحسن نية وما تدري. يعني أنا بفهم. جنان الله يهداها. من صدقها يعني؟ شو هالثقة الزايدة؟ شلون توقع على أوراق ما تدري شنو فيها يعني؟ جنان الله هديها من زمان الحمد لله. ثقتها بناس عدتهم أهلها لا ينون ولا قلة عقل. يقولون كل من يرى الناس بعين طبعة. وجنان صنعة على بالها كل الناس صنعين مثلها. ما تدري إن بعضهم كلاب ملبسين ثياب. منو تقصدين بكلامك؟ أخوك منو بعد؟ ود لو سمحتي احترمي نفسك ولا تبين طاري أخوي بهالطريقة. هبة خلاص عاد. يعني يرضيك اللي قاعد تقوله عن اخوي وتبيني اسكت لها؟ مثل ما اخوك كان ياذي اختي وادافع عنه بالعلسانك عاد. شو الوقاحه تدافع عنه بعد؟ يوسف الحين شتون موضوع الرجاء؟ ترفعوا عليها قضية؟ ما أدري. المحامي يقول ماكو شيء نستند عليه. أوراقهم كلها سليمة 100%. شلون سليمة؟ على إيش حق ينحاشد؟ إذا دوروا عدل أكيد في شيء. محاسبين قاعد يشتغلون على الدفاتر والمحامي عنده كل الأوراق اللي موقعتهم جنان. إن شاء الله يلقون شيء. يدوروا شيء على هالتعبان ولد عمك جودي قطونه بالسجن ليه ما يخيس وتبرد حرة أختي؟ ود خلاص عاد. سليمان ولد عمنا وشايل اسم العائلة. بيصير خال عيالي خلاص مو كل شوي تبين الطاري عاد. إن شاء الله بحاول. واو شنو هذا؟ ايش رايك؟ يعني امانه مو احلى وارتب؟ وايد حلو بس شلون ومتى؟ ماكو شيء بس دقيت على المعرض وقلت لهم يبوا لي يعني شويه اشياء جديده بس بسعر زين. والخشب شلون شلتي؟ دقيت على نجار وهو يا شاله. ثانك يو حبيبتي بس مو اتفقنا انه ما تسوين شيء وتعبين نفسك عشان ولي العهد؟ ايش دعوة عاد انا ايش سويت؟ وبعدين ولي العهد مستانس وهو ساعدني. وانا ما سويت شيء بروحي، الخدم ما قصروا. ليش قطع هذا برا؟ ايش تبي فيها؟ هذه خزنتي، كنت اخش فيها فلوس. شلون يعني؟ يعني كل فلوسي هنيك تجمعهم. الله يرزقك، قول لي ايش صار على الوظيفة؟ كلموني اليوم قالوا نعطيك معاش 200 دينار. فني تلفونات ما يخالف. أدري إنه المعاش قليل بس يعني شيء مؤقت يعني أتليس نقدر ناكل. لا تحاتين اليوم ردوا الفلوس اللي أخذتهم مرتعمي اللي قلت لك عنهم. زين اللي خلاه أبوك الله يرحمه المبلغ اللي علي قول الله يرحمه عشان خاطري قولها مو لايق عليك وانت تشدي تمثل دور القاسي حرام هذا أبوك مهما كان وهو مو معانا الحين راح عند اللي أكرم مني ومنك هو محتاج الرحمة عشان خاطري قولها ترى حقدك ما راح ينفعك ولا راح يسوي أي شيء بلاك صدقني الحقد ما ياكل إلا صاحبي عشان خاطري إذا تحبني قول الله يرحمه
الله يرحمه. عافية عليك حبيبي. زين قول لي المبلغ يسوى؟ 30,000. الحمد لله وايد زين، يعني مشونا كم شهر لين ما نلاقي وظايف. نعم نعم نعم، نلقى وظايف. شو نلقى وظايف؟ ها شو فيك شطيت؟ انت عرفني وانا مره اشتغل ومعتمد على نفسي، وبعدين ترى انا قاعده البيت ما تلوقي. لا حبيبتي لا لا، ما في وظايف، انسي الوظايف خلاص. لما تولدين بالسلامه ويكبر الولد ويتكلم ويعتمد على نفسه. يا سلام، ايش رايك لما انطر لما تخرج من جامعه واشتغل وتزوج بعد؟ ايه احسن بعد، ليش لا؟ زين في عينك، ابي اكل يعانى انا واللي راح يتخرج. يلا من عيوني.